بتوع الانتخابات. يا بوي انا لازم بقى اخش الدار دي بسمع ضغوطك اول، والا مالاش داخله هيبقى فرمشش يا ابويا. امي قالت لي كده ومش داخله بعد. مش كان من اولها؟ خليك في الشارع. طب اجيب منين دي بقى حد يظبط لي؟ هو انت بقى اللي هتعمل فضايح دلوقتي؟ يعني انا هقعد اضغط وتجيب لي حد يظبط لي الكلام ده برضه يا سعد الرحيم؟ ده كلام. طب خلاص خلاص ظبطت، بس بالراحه عشان السكان احسن يضربوني. انا ده الجهاز معلش. ايه اللي بتفوت يا رب؟ الجهاز اللي واحده بتظبط. يا اهلا يا عبد الرحيم. اهلا بيك يا ابو سمر. اخبارك ايه وعامل ايه؟ والله تعبان يا ابو سمر. يا راجل ده انت حتى اتخنت ورب في الجواز اهو. لا الجواز مش تعبني، انا مشاكلي اكتر من كده بكتير. خير يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه. الايه يا عبد الرحيم؟ البرامج التعليميه اللي بيقدموها في التلفزيون. مالها يا عبد الرحيم؟ هتوقف حالنا يا ابو سمر. العيال بدل ما يجوا ياخدوا دروس خصوصيه بيقعدوا قدام التلفزيون.